السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. عندي شوية معلومات حابة انكم تشاركوني فيها ان شاء الله اليوم. الآن في أمريكا موسم الصيد الغزلان بدأ الآن، عادة بيبدأ من شهر 10 تقريبا لشهر 1، لبدايات شهر 1. طبعا تحت شروط معينة وتحت أشياء معينة، لازم نحكي الأشياء هاي. أول إشي اليوم مسموح فقط صيد الذكور، صيد الذكور، فأنت لما تشوفه بتعرف إنه اليوم صيد الذكور. فاليوم هذا صدنا هذا البك، هذا بك يعني ذكر، طلع كيف ذكر ومبين، هي الذكر مبينه هاي ذكر. هاي أول نقطة صيد الذكور. هذا الذكر بسموه المقاس تبعه 6 بوينت. كيف بيحسبوها 6 بوينت؟ 1 2 3 4 5 6، هاي 6 بوينت يعني حجمه كبير، ذكر كبير. احنا مسموح لنا في السنه نصيد تقريبا في موسم الصيد اتوقع 5 غزلان فقط، 5 ذكوره. وفي ايام معينه للاناث، ايام معينه للاناث. المهم هذا الذكر ما شاء الله لا قوه الا بالله مسموح صيده اليوم. فعشان هيك طبعا زياده الذكوره كمان بتاثر على البيئه، بتاثر زياده الحيوانات بيأثروا على البيئة، بقى ممكن لا سمح الله الحوادث تكثر، مشاكل كثير تصير أكثر في مع الحوادث مع الأشياء الثانية. عشان هيك الحكومة بتسمح بتعطي رخص صيد، لنا بتعطي ناس رخص صيد، وكم من عدد مسموح فينا نصيد، وكل حيوان بنصيده بنحط عليه تاج، بنحط عليه علامة إنه صدناه، وبتروح علينا الرقم هذا. فالآن لما نيجي ننقله بيكون عليه موجود على الرقم، بيعرفوا ان اليوم صدنا رقم 1 او رقم 2 او رقم 3 او رقم 4 بغض النظر. فهيك طبعا هاي الاشياء هم عليها دراسات معينه من الحكومه ومن مؤسسات خاصه فبتسمح الصيد فيها. طبعا لو في العدد اقل مش راح يمنعوا الصيد في هاي السنه. طبعا هذا اليوم الصيد تبع اليوم صاده اخونا يوسف ياسين. ف حكيت لكم افرجيكم اياه، اشوف افرجيكم يوسف كمان. يمكن ما نس يوسف ما شاء الله عليه من الناس اللي بتصيد وصيده. يوسف هذا ما شاء الله، شوف كيف شكلته متخبي زي الغزال ما شاء الله. السلام عليكم. ما شاء الله يوسف، وين البندقيه معك؟ فرجينا اياها وتعطي معلومات عنها. ما شاء الله على البندقيه تبعتك، ما شاء الله نحيد من ايش هي .308 شوف الرصاصة تبعته كبيرة، ضربه ومات على طول، ولكن كان ممكن إننا ننحره ولكن ما لحقنا عليه، لقيناه ميت. ولكن الآن إن شاء الله بنحاول ننحره عشان نخلي الدم ينزل منه. المهم بعض المعلومات عن الصيد، وشكرا كثير لكم، وإنا عودة وننهي كلامنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.